عاصرتها مدينة وهران، وكذا كل أشكال التنمية ومخططات العمران التي رسمتها السلطات الجزائرية المتعاقبة عليها منذ الاستقلال، إلا أن روح الباهية لا يزال يسكنها محافظا على جمالية عمرانها الأصيل والممتد في عمق التاريخ. كما لا يزال الأسدان يحرسان دار الكاميرا قديما، المسرح الجهوي المرحوم عبد القادر علولة حاليا. قادر علولة هي تبنات كدار أوبرا وهران في الحقبة الاستعمارية تقريبا في بالضبط في 1907 تم تدشينها كدار أوبرا، ومن بعد كي استقلت بلادنا يعني استقلت الجزائر تم استرجاع البناية، وكانت تابعة كانت ملحق للمسرح الوطني. وفي 94 95 حملت يعني بعد اغتيال المرحوم عبد القادر علولة حمود القالب الأوبرالي، يحتوي على قاعة عروض ضخمة يبلغ علوه 22 مترا مع انحراف على شكل منارة عند كل طرف، فيما تم تشييد المسرح بأسلوب من طراز الباروك، أما تصميم الخشبة فجاء مستوحى من النمط الإيطالي. درنا 100 زائر امريكي هنا في وهادو يتكلموا علينا، لان الجزائر مطاطه بالجمال، الجزائر مطاطه للدول كغيره من المناسبات والتظاهرات، فرصة للترويج للموروث الثقافي وتمكين الجمهور المتعطش دائما للإبداع الفني والثقافي من مختلف الفئات العمرية. لطالما كانت المنافسات الرياضية فرصة للترويج الفني والثقافي للجزائر، وها هي مدينة وهران اليوم تقص شريط طواف الجزائر الدولي في طبعته 24. بلال بوزيدي للتلفزيون الجزائري.